يواصل معبر رفح البرية من الجانب المصري فتح أبوابه على الرغم من مواصلة قوات الاحتلال شن غاراتها على مدينة رفح الفلسطينية واستمرار القصف الذي أدى لاستمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني والذي أدى إلى تفاقم الأزمات الصحية والغذائية. المزيد اطلعنا عليه كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا ننقل لكم الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، هذه البوابة التي لم تغلق أبوابها منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ما زال القصف مستمر على رفح الفلسطينية وتحديدا شرق رفح الفلسطينية، القصف بالطائرات والمدفعية وأيضا الهجوم البري الذي يعني انتهجته قوات الاحتلال ضد الأشقاء في قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح الفلسطينية. وحسب الأونروا والأمم المتحدة والمرصد الأورو متوسطي الخاص بالأمم المتحدة فتحرك من رفح الفلسطينية أو نزح من رفح الفلسطينية أكثر من 800,000 مواطن فلسطيني تحركوا والآن يعني في الشوارع يتحركون يبحثون عن أماكن آمنة حددتها قوات الاحتلال من قبل، ولكن حتى هذه الأماكن الآمنة تم قصفها من قبل قوات الاحتلال. هذا لا يمنع استمرار يعني وقوف آلاف الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية من مواد غذائية ومستلزمات طبية وغيرها من المستلزمات المعيشية على جانبي الطرق في العريش ورفح وأمام بوابة معبر رفح المصرية. نتحدث عن هذه الشاحنات المتوقفة الآن منذ أكثر من يعني أسبوعين، أكثر من 14 يوما، وهذه الشاحنات متوقفة في انتظار الدخول، إلا أن قوات الاحتلال تمنع دخول هذه الشاحنات وتصعد من عملياتها داخل قطاع غزة، مما يؤكد ويؤجج الكارثة الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة، وحيث كانت مصر قد حملت بالفعل يعني قوات الاحتلال هذه يعني التحركات وحملتها مسؤولية ما يحدث من في الأشقاء في قطاع غزة والإبادة الجماعية التي تحدث هناك. أيضا سيارات الإسعاف كانت متوقفة يعني أمام بوابة معبر رفح المصرية في انتظار خروج المصابين، ولكن أيضا قوات الاحتلال تمنع خروج المصابين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. كل هذا لا يمنع المجهودات المصرية المختلفة من أجل الوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن عودة إليكم مرة أخرى.